بنتكلم فيها الابديت في الهوسبيتال اكوارد اند فنتريتور اسوشيت نيمونيا. هنعتمد ان شاء الله في المحاضره ديت على الايتسا جايد لاينز بتاعه 2016، دي اخر جايد لاينز في الهاب والفاب، وعلى الاي ار اس انترناشونال جايد لاينز في 2017 عن برضو الهوسبيتال اند فنتريتور اسوشيت نيمونيا. كان في الاوروبيان سباتري جورنال برضو ارتكل عن الانتنسيف كير يونت بيشنتس وذ لوور سباتريكت انفيكشن، واتنشرت برضو في سنه 2017. الاول بسرعه كده النوزوكوميا لوور سباتريك تراكت انفيكشن الديفينيشنز بتاعته. احنا علشان نقول ان في نيمونيا عندنا محتاجين يبقى في نيو او بروجريسيف راديولوجيكال انفلتريت، ومعاه على الاقل حاجتين من الثلاثه الجايين دول: التمبريتشر يبقى فيها تشينج يا اما فوق ال 38 يا اقل من 36، الليوكوسيتوز يبقى فوق 12000 يا اما اقل من 4000، وبيورنت ريسبيراتوري سيكريشنز. يبقى لازم في راديولوجيكال انفلتريشن اقول نيمونيا، زائد حاجتين من الثلاثه قلناهم. هنسميهم بقى المجموعه كده عشان واحنا ماشيين هيبقى مطلوب حاجه المجموعه دي عشان نشخص النيمونيا. الاوت اوف اي سي يو هوسبيتال اكوارد نيمونيا دي اللي هي الهوسبيتال لينث اوف ستي تبقى اكتر من يومين، زائد الراديولوجيكال انفلتريت وحاجتين من الثلاثه اللي قلنا عليهم. النون فنتليتد اي سي يو اكوايرد نيمونيا دي ده نيو تيرم بيتكلم فيه على بيبقى العينين اللي فيهم تراكيوستومي بات اوريدي ويند من الفنتليتور، بيبقى الاي سي يو لينث اوف ستي فوق ال 48 ساعه واوت اوف ميكانيكال فنتليشن فوق ال 48 ساعه. دي كاتيجوري جديده كده حطوها في الوسط اللي هم الناس اللي ويند اكتر من يومين وبقى لهم اكتر من يوم في الاي سي يو ويجي لهم النيمونيا بالكرايتيريا اللي قلنا عليها. دول هيبقى ليهم برضو كرايتيريا تانية في التعامل معاهم. الفنتريت اسوشيت نيمونيا او يعني يمكن دي بنحب نقول دي ميس نوما او اسم غلط، هي ما هياش اساسا فنتليتر، هي ما هياش ريت الفنتليشن، هي اسوشيت مع الانتيوبيشن، فهي اساسا انتيوبيشن اسوشيت نيمونيا. هي المشكله في الانتيوبيشن لان نون انفيسيف فنتليشن ما بقاش ليه اي مشكله. بيبقى التراكيل انتيوبيشن اكتر من 48 ساعه زائد الكرايتيريا اللي قلنا عليها لتشخيص النيمونيا، واخر حاجه الفنتريتور اسوشيتد تراكيو برونكايتس، ودي ما بيبقاش فيها اي راديولوجيكال انفلتريت، وانما بنلقى في بيورنت سكريشن بيبقى فيها فيفر ومفيش فيه اي نيمونيا. طيب دي الديفينيشنز اللي قلناها. يبقى تاني هنقول بسرعه ان الهوسبيتال اكوايرد نيمونيا دي العيان اكتر من 48 ساعه ادمشن في المستشفى، الفنتريتور اسوشيتد نيمونيا اكتر من 48 ساعه اندوتراكيال انتيوبيشن. طيب ايه الامباكت بتاع الهاب والفاب؟ ايه اهميتهم؟ اهميتهم ان هما الاثنين بيمثلوا 22% من الهوسبيتال اكوارد انفكشن، ده الخمس، ودي حجم كبير جدا من الانفكشن. حوالي 10% منهم بيأكوير ميكانيكال فنتريشن، وبيطول الهوسبيتال لينث اوف ستي من 11 ل 13 يوم، ودي سيجنيفيكانت انكريس في الهوسبيتال لينث اوف ستي. والهوسبيتال اكوارد نيمونيا كمان اسيد مع ديس في من 27 ل 51% في بعض الاستاديز، فده برضه significant mortality. الابديت الجديده اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت على ان هم شالوا عمل ريموفال للكونسيبت بتاع الهيلث كير اسوشيتد نيمونيا. كنا نفتكر الكلام ده من الجايد لاينز القديمه، وده طبعا خلاص اتشال لان هو اتلقى ان الاستاديز اللي عليه كانت ضعيفه وما كانش فيه اي significant impact على المورتاليتي والموربيديتي بتاعت العيانين دول اللي كانوا بيقولوا ان هم بيسكنوا في بيوت اللي هم الناس اللي على المعاش والكلام ده، الحاجات اللي عندهم بره ديت، دي كل ده خلاص اصبح ملوش اي قيمه. ريكومنديشن ذات ايتش هوسبيتال جينيريت انتي بايوجرام، مهم جدا الانتي بايوجرام عندنا لان احنا لازم نعرف الباترن اوف ريزيستنس في المستشفى وفي العنايه المركزه بتاعتنا في كل مكان، كمان في المستشفى بالذات في العنايه المركزه نعرف الباترن اوف ريزيستنس اوف ميرسا السودوموناس، الحاجات دي مهمه جدا عشان زي ما هنشوف هتانفلونس معانا التريتمنت. وطبعا الابديت الثانيه ان هو عملوا شورتر ديوريشن للتريتمنت بتاع الهوسبيتال والفنتريت اسوشيتد نيمونيا. الانتي بايوجرام اهميته في ايه؟ اهميته ان هو بيقلل البيشنت اكسبوجر للانتيبيوتكس. زي ما هنشوف هندي دلوقتي كومباينيشن كتير من الانتيبيوتكس لو انا ما عنديش الانتي بايوجرام بتاعي في المستشفى او في العنايه، فبالتالي انا بضطر ادي كده جان شوت بغطي كل حاجه، فبعرض العيان للانتيبيوتكس كتير جدا. كنت انا لو عامل الاستادي بتاعي هيبقى احسن بكتير، وبيقلل الديفلوبمنت اوف انتيبيوتيك ريزيستنس، وبيقلل ان نيسيسري يوز اوف دوال جرام نيجاتيف اند امبيريك ميرسا تريتمنت. وطبعا مهم ان يبقى سبيسيفيك للاي سي يو بتاعتي او المستشفى بتاعتي. الامبيريك تريتمنت بتاع الهاب والفاب
الاول الجايد لاينز بتاعت الاتسا قالت ان التريتمنت اوف فنتريتور اشيت تراكيو برونكايتس بيبقى عندك عيان على الفنتريتور وبتدي ديفلوب فيفر وبعدين تيجي تشفط تيجي لك يلو سكريشنز وتعمل اكس راي او تشست سونار ما تلقاش فيه نيمونيا فتقول دي فنتريتور اشيت تراكيو برونكايتس ودي اكوردنج للجايد لاينز زي دو نوت سجست جيفنج انتيبيوتيك ثيرابي. طبعا احنا الانتيبيوتكس بنسمعها على العين والراس انما طبعا كل واحد فيكم يتخيل عيان على الفنتليتور عنده فيفرش بيجيب يلوش سكريشنز وما فيش نيمونيا هل هيقعد يستنى جنبه ولا يدي انتيبيوتكس؟ بالتاكيد هندي طبعا. هما بيبقى في مشكله ان ايديهم شويه بتبقى متكتفه علشان لازم يبقى عنده راندمايزد كنترولد تراينز بحجم كبير والا تترفع عليه قضايا انما طبعا احنا كل واحد هيتصرف البروبر سيتويشن اللي قدام. ريسك فاكتورز بقى اللي بنبقى عندنا للمالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم طبعا مشكله ان احنا الحاجات دي بتبقى موجوده عندنا في كل عياننا في مصر سواء كانت الريسك فاكتورز للمالتي دراج ريزيستنس في الفنتريال اسيد نيمونيا او الهاب او الميرسا والسودوموس ارجينوزا اللي هو البريور انترافيروس انتيبيوتيك يوز في اخر 3 شهور. طبعا احنا بنتكلم على اخر مثلا 3 ايام اسبوع عندنا العيانين بتوعنا ما شاء الله الانتيبيوتيك بارنتال انتيبيوتكس فيهم كتير جدا فكل عينين بتوعنا تقريبا ات ريسك للكلام ده. سيبتك شوك ات تايم اوف فنتريال اسيت نيمونيا الاي ار دي اس اكتر من 5 ايام هوسبيتاليزيشن احنا بنقول لما نقول الفاب الهاب تبقى اكتر من يومين انما مثلا لو جالك واحد بعد 6 ايام بقى وجاله هاب ده بقى بيبقى ده متوقع ان يجيله كمان هاب وذ ريزيستنت سترين فدي نقطه مهمه. وطبعا الناس اللي بيعملوا دياليسز طيب ايه هو الامبيريك ثيرابي في فنتريت اشيد نيمونيا في السودوموس اروجينوزا والستاف اورياس؟ طبعا الميرسا كفرج انا امتى بغطي الميرسا زي ما احنا شايفين اهو اول حاجه لما اكون مش عامل انتي بايوجرام يبقى انا خلاص مش عارف نفسي ماشي في اوضه ضلمه هغطي لازم الميرسا والسودوموس اروجينوزا انما لو كنت اليونت بتاعتي عامله وكان في اكتر من 10 20% من الستاف اوريس ايزوليس ار ميسيلين ريزيستنت يبقى انا لازم اغطي معايا الميرسا ولو كان في ريسك فاكتورز اللي احنا قلناهم مع بعض اللي في الجدول الاخضر ده يبقى انا لازم اغطي الميرسا لا غير كده ما بتغطيهاش مش لازم تغطيها انما مهم زي ما قلنا الانتي بايوجرام عشان ابقى عارف نفسي ماشي ازاي. الامبيريك انتي سودومونال كفرج نفس الكلام لما بقاش عامل سسبتابيليتي ريتس وانتي بايوجرام في المستشفى نفس الكلام ماشي في اوضه ضلمه لازم اغطي الكل. لو كانت اليونتس عندي اكتر من 10% كانت العدد او الكات اوف من 10 ل 20% في الميسيلين ريزيستنت ستاف اوريس لا هنا بس اكتر من 10% في الجرام نيجاتيف ازوليتس تبقى فيها ريزيستنت يبقى انا كده لو اكتر من كده لازم ادي الكومباينيشن وريسك فاكتورز اللي قلنا عليها من شويه. ايه هو الكومباينيشن؟ بتدي بيتا لاكتام ونون بيتا لاكتام انتي سودومونال يعني البيتا لاكتام ده ممكن يبقى مثلا ببراسيلين تازوباكتام ممكن يكون سيفيبين بس هنشوف الجرعه ايه الحاجات دي كلها والنون بيتا لاكتام طبعا بيبقى في الغالب فلوروكينولون وبرده هنشوف الجرعه بتاعته زي الليفو فلوكساسين او السيبرو فلوكساسين مثلا زائد طبعا ال انتي ميرسا في البروبر سيتويشن. الهاب بتبقى نفس الطريقه ونفس الكلام انا برضو لازم يبقى عندي عارف الانتي بايوجرام وعارف ريزيستنس باترن عندي علشان اقدر اغطي بالدبل كفرج ولا مونو ثيرابي لو كنت عامل انتي بايوجرام وعنديش الريزيستنس عالي في المستشفى بتاعتي. الديفينيتيف تريتمنت بقى انا ازاي بعالج العيان او ازاي بمشي في العلاج؟ انا طبعا بدي مونو ثيرابي زي ما قلنا لو كان العيان مش موجود في سيبتك شوك او لو كان في السسبتابيلتي ريزلتس ار نون معروف عندي في المستشفى والكومباينيشن ثيرابي لو كان العيان في سيبتك شوك ولا هاي في هاي ريسك اوف ديس وين ذا انتيبيوتيك از ستارتد. الديوريشن اوف ثيرابي بيبقى 7 ايام من الانتي مايكروبيال زي ما الاستاذ دكتوره لمياء دلوقتي قالت طبعا اكوردنج للبروبر سيتويشن عندي يعني ال7 ايام ده بيبقى فتح الكلام بعد كده دلوقتي بنشوف بقى انتنا كلينيكال كرايتيريا عندنا في فيفر وفي كالت سكريشنز وفي ليكوسايتوزس دلوقتي البروكالسيتونين اتشهر في الفتره اللي فاتت عشان الاسوشن مع الكوفيد واسم الدلع بتاعه البروكال بيتقال ده بيبقى بنشوفه لو عالي فده بيخلينا ما نوقفش انتيبيوتكس. في الجايد لاينز القديمه كان بيفكروا ان هم يستعملوه في الستارتنج انتيبيوتكس انما دلوقتي تلاقى ان السيفتي بتاعت العيان انك تبتدي امبيريكال وده ممكن يخليك لما تلقاه بلول الثريشولد بتاعه توقف الانتيبيوتكس على 7 ايام ولا تكمل لما تلقى لسه عالي ده يدلك ان لسه في محتاج العيان انتيبيوتكس بتاعتك. طيب في براكتس بيشنت كيس كده بسرعه مع بعض هنشوفها.
عيان ده اسمه ام دي عنده 69 سنه hospitalized and diagnosed as HAP. Review of his symptoms revealed fever and chills, productive cough and dyspnea. And past history كان فيه type 2 diabetes and hypertension and COPD and glaucoma. العيان دوت admitted من شهر مش من 90 يوم من شهر 30 يوم بسبسس علشان كان فيه urinary tract infection and received intravenous antibiotics. The physician asked you for recommendation on empiric therapy for this patient. Patient was admitted to the unit where susceptibility rates are unknown. يبقى احنا مش عارفين الانتيبيوجرام في الريد في اليونت دي زينا كلنا كده في مستشفياتنا وكان واخد انترافينوس انتيبيوتكس في اخر شهر. العيان دوت هتدي له كومباينيشن ايه بقى؟ هتدي له الفانكومايسين زائد ببراسيلين تازوباكتم ومعاه السيفيبيم ولا هندي الفانكومايسين زائد السيفيبيم ومعاه ليفوفلوكساسين ولا لاينزولايد سيفتازيديم ولا ازيثروميسين سيفترايكسون. تحبوا نختار ايه؟ بي. تمام صح. زي ما قلنا ان احنا العيان ده انا مش عارف السسبتبتري باترن بتاعه في كرايتيريا تقول ان ده هيبقى فيه هاي ريزيستنت سترين فلازم اغطي الميرسا بالفانكومايسين ولازم اغطي السودوموناس بانتي سودومونال بيتا لاكتام اللي هو السيفابيم بالنون بيتا لاكتام اللي هو ليفلوكساسين الفروكينولون. طيب بعد كده الديفينيتيف ثيرابي طبعا للعيان بيقول لك البيشنت امبروفد وطلع ان في سودومونس اريجينوزا وكانت سنسيتيف بان سنسيتيف فبتقدر ساعتها انك انت تقلل التريتمنت بتاعتك اكوردنج للكالتشر سنسيتيفيتي اللي طلع العيان. هناخد العيان ده قد ايه انتيبيوتكس؟ 14 ولا 7 ولا 5 ولا 3 ايام؟ قد ايه الديوريشن اوف ثيرابي؟ 7 ايام هي الجايد لاينز قالت 7 السبعه هنمشي على السبعه للكل الا لو احتياج العيان زاد عن كده. هو في بان سنسيتيفيتي في كل المايكرو اورجانيزم فما عنديش ريزيستنت باترن فانا مش محتاج كل الديوريشن الكبير ده. الجدول ده احنا جايبينه مش علشان نقول ايه الاسامي الادويه اللي فيه، جايبينه عشان نقول ايه دوز الادويه اللي فيه. الحقيقه احنا كلنا عارفين الانتي بيوتكس بتستعمل انما في الغالب هنلقى كلنا او اغلبنا بنستعمل دوزس اقل بكتير. يعني مثلا الـ طبعا احنا في العيانين بتوع الفنتريك اشيد نمونيا زي ما قلنا هنختار حاجه للميرسا فعندنا الفانكومايسين او اللاينوزولايد بجرعه 600 ملغ توايس ديلي دي ما فيش فيها مشكله. الانتي سودومونال جرام نيجاتيف بيتا لاكتامز بص بقى الجرعات ايه السي في بي ده بجرعه 2 جرام كل 8 ساعات فطبعا احنا الجرعات دي اظن الناس كتيره فينا ما بتوصلهاش. السيفتازيديم دول اللي هم يعني اشهر حاجه ليهم الماكسيبيم والفورتم وفي حاجات كتيره في السوق برضو نفس الكلام 2 جرام كل 8 ساعات فالجرعات عاليه قوي عن اللي احنا بنستعمله. الفلوريكينولونز السيبروفلوكساسين 400 ملي جرام كل 8 ساعات احنا عندنا الامبول في الغالب بيبقى 200 ملي جرام فانا كده باخد 2 امبول كل 8 ساعات فمهم قوي الجرعات دي لان ده العيان على الايدج ده رجل هنا ورجل هناك ده على الفنتليتور وفي نيمونيا 50% مورتاليتي فمهم قوي الحاجات دهيت ما فيش فيها برايس سنسيتيفيتي نهائي. الليفوفلوكساسين 750 ملي جرام انترافينوس كل 24 ساعه ما فيش حاجه اسمها الازازه 500 فانا لازم بدي الجرعه صح ما فيش فيها لخبطه الموضوع ده. نقطه اخيره على الامباكت بتاعت الريسك فاكتورز للفنتريت اشيت نمونيا او الهاي امباكت انترفينشنز ازاي نعمل امنع الفنتريت اشيت نمونيا انها تحصل للعيان بتاعي. الاليفيشن هود اوف ذا بيد النقط دي مهمه قوي حوالي 45 درجه انليس كونترا انديكيتد ان انا طبعا عشان امنع الجاستريك اسبيريشن او اسبيريشن اوف جاستريك كونتنتس للعيان. سيديشن اسيسمنت ان انا بعمل السيديشن في اقل احتياج ممكن ودايما اعمل له ري اسيسمنت بحيث ان انا اوقفه از سون از بوسيبل. الهاي سيديشن بيزود جدا الفنتريت اشيت نمونيا. اورال هايجين مهم جدا والمهم ان انا بعمل ووش كل 6 ساعات بالكلورهيكسيدين جلوكونيت والكلورهيكسيدين جلوكونيت دوت بيفسدوا التوث باست فانا بعمل كمان توث براشنج العيان كل 12 ساعه واسيب ساعتين ما بينه وبين الكلورهيكسيدين علشان ما يبقاش باظ. يعني السب جلوتيك اسبيريشن والسب جلوتيك اسبيريشن دي نقطه مهمه جدا. السب جلوتيك اسبيريشن في كونسبت اسمه الكاس او كونتينوس اسبيريشن اوف سب جلوتيك سيكريشنز دي انابيب كده بتبقى موجوده جديده وفي هنا بنعمل اسبيريشن للكونتينوس اسبيريشن في اوبننج هنا بيعمل فوق البالون كونتينوس اسبيريشن للفلويد المتجمع فوق البالون بحيث ان ده ما يبقاش اسبيريتد في اللنج
ويعمل لي فنتريت اسيد نمونيا، ده مصدر كبير جدا للعدوى. فكل ما بشفطه كل ساعتين، ده اللي هو الكونسيبت بتاع الكاس لازم امشي بيه مع العيان بتاعي. وطبعا نقطه مهمه برضو التراكيال تيوب كاف بريشر، انها تتقاس كل 4 ساعات وتبقى من 20 ل 30 سم ووتر. وطبعا ستريس ارسر بروفلاكتيك. شكرا لحضراتكم، ولو في اي استفسار يبقى ان شاء الله في. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم بكل الشكر وتقدير للاستاذ الدكتور محمد مصطفى متولي على هذه المعلومات القيمه في موضوع ما زال يمثل مشكله في الاي سي يو والهوسبيتال. وكما اقدم كل الشكر والتقدير للاخ الفاضل الدكتور محمد شحات والدكتوره لمياء واللجنه المنظمه، ومن سعاده سرور ان اكون موجود.